السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتثل الجزائري يوسف عطالي اليوم أمام القضاء الفرنسي وبالتحديد في محكمة نيس من أجل الرد على الاتهامات الموجهة إليه في القضية المتهم بها منذ أكتوبر الماضي. ويتابع نجم المنتخب الوطني الجزائري بسبب نشره مقطع فيديو في حسابه الشخصي على موقع انستغرام دعم فيه القضية ما تسبب له في مشكلات كبيرة، حيث تم إيقافه عن اللعب لسبع مباريات كاملة من طرف لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، كما تم استبعاده من فريقه إلى أجل غير مسمى. وأظهرت قبل لحظات قليلة الكاميرات الدولي الجزائري يوسف عطال وهو يتواجد في المحكمة بالنيس الفرنسية، وهذا للامتثال أمام القضاء الفرنسي من أجل معرفة العقوبة التي ستسلط عليه، وبنسبة كبيرة سيعاقب عطال بغرامة مالية وفقط. في انتظار الساعات القادمة لمعرفة كافة التفاصيل. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.